هذا ما تركته السيول والفيضانات التي ضربت محافظات العراق قبل أيام، تاركة وراءها مآسي كبيرة زادت المواطن بؤسا على بؤسه الحالي. هنا في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، يجاهد أبناء المنطقة لتنظيف الأوحال التي أغرقت بيوتهم ودمرت أجزاء منها. بالنسبة لبيت أخوي تدمر بالكامل، ها أخوي، والحمد لله على سلامته. يعني هسه بيته تفوتون جوه ترقيم مدمر بالكامل، ما أظل منه كل شيء والله، والحمد لله على سلامته. أسعدنا مي مشروع العملاق ذاكية، طريقنا مترين، بنستحى مي من العملاق حتى نغسل هدومنا، البيت نشطف داخل البيت كله، انتهى ما ربي أي شيء، مجمدتين وثلاجات وأغراض وقراصير، الهدوم كلها انتهت. ورغم إعلان قائم مقامية القضاء منطقة منكوبة، إلا أن أصحاب المحال التجارية يؤكدون عدم تقديم السلطات الحكومية أي دعم لهم. جبنا ترالة مال الدفاع المدني طلعوها، جا الضابط طلعها، ما قدموا لنا شيء، أضرار المحطة شوفت عندكم قدامكم، أربع مضخات زائد مولدات اثنين زائد إدارة كاملة، أثاث، بلازمات، كاميرات، لابتوبات، منتوج تلوث، هاي خزان بيه منتوج مال بنزين وبيه منتوج مال نفط وبيه منتوج مال غاز، هاي الخزانات مليت كلها تلوثت. ضرر السيول لم يكتفي بهدم المنازل واتلاف الممتلكات، بل تعداه ليحصد ارواح المدنيين. تاذوا الضحايا اثنين، النساء اثنين وشباب اثنين طلاب بالمدرسه، واطفال تقريبا سبعه اطفال. من جي المي سبحان الله ما لحقوا بحالهم، ضربهم المي ما لحقوا وتوفوا. وبينما تشرد المئات من المواطنين، فإن أقصى ما بذل لإنقاذ هؤلاء هو دعوات برلمانية طالبت الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، وأخرى لعقد جلسات حكومية طارئة. يرى العراقيون أنها ليست سوى إجراء في سياقه الإعلامي لن يغير من الواقع شيئاً.